السلام معكم. من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب كرازة متى. وركب يسوع القارب فتبعه التلاميذه وهبت عاصفة شديدة في البحر حتى غمرت الأمواج القاربة. وكان يسوع نائما فدنا منه تلاميذه وايقظوه وقالوا له نجينا يا سيد فنحن نهلك فاجابهم يسوع ما لكم خائفين يا قليلي الايمان وقام وانتهر الرياح والبحر فحدث هدوء تام فتعجب الناس وقالوا من هذا حتى تطيعه الرياح والبحر والمجد لله دائما والرب يبارك عليكم المجد المسيح ربنا كان هذا الانجيل لا بل كل القراءات اللي سمعناها مفصله علينا اهل كركوك. مفصله علينا لانه قبل يومين الجمعه حدثت ماساه كبيره بدخول عدد كبير من الارهابيين الى كركوك ومحاولتهم السيطره على المحافظه وبما انه ما قدروا دخلوا بالاحياء القريبه قريب من دير الرهبات هونك اللي كنا أجرنا أربع بيوت للبنات وكان فكري أنه قرب من الرهبات يحميهم شوية لكن الرب راد يمتحننا، راد يشوفنا بأنه إحنا البشر لما نخطط ما دائما تخطيطنا هو الصحيح أو يمكن راد يجر إذننا مثل ما جر إذن التلاميذ من قلم لماذا خفتم أنا أقول لكم صراحة هاي ثلاث سنين أستقبل الطلاب والطالبات وأخاف عليهم أخاف مثل ما تخافون على أولادكم وأنتم عندكم اثنين ثلاثة خلي أكثر شوية بس أنا عندي مئة. أخاف منهم وأخاف عليهم وشيء حدث يوم الجمعة وأنا مسافر يوم الخميس أربعة وخميس مسافر إلى مؤتمر قلت في قلبي يا رب أحمينا وبهاي الأيام بهاي اليومين بهاي الساعات القليلة حدث شيء هائل واحد وسبعين بنت كانوا بهالأربعة بيوت وكان ممكن كان ممكن يصير الأسوأ ايش اقول للاهل؟ ايش اقول للناس اللي اللي اخذتوا المخاطره بان هذول الاولاد والبنات احميهم وكانه ايد الرب واحنا بشهر مريم، احنا بشهر شهر الورديه وكانه الله راد يعطينا درس 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 يسوى يسوى نتذكر طول حياتنا وأنا أصور شهر المريمي من راح نقرأ قصص مع الأورياما أو قصص مع شهر المريمي ينراد نحط معجزة كركوك واحد وسبعين بنت وسبعة منهم كانوا بالبيت اللي بينه دخلوا تقريبا ما نعرف على الأقل أربع دواعش وأكلوا وشربوا قعدوا على الشربايات وكانوا البنات مختبئين تحت الشربايات وبقيوا 18 ساعة مختبئين تحت الجربايات. أنا متعجب. ما حد بكي، ما حد صيح وصارت فت خطة وكأنه ملاك الحارس والملاك الحارس كان اسمه عماد متي أبو دريد. وبالتليفون وبالاس ام وبالتكست وبالنصوص وخطّطوا وهي بالبيت أن يطلعون بالظلام والمسافة كانت كم متر من الباب باب الخلفي والحمد لله ما مقفول مفتوح وقوة الطوارئ تسعة أبطال يشيلوهم وحدي وحدي وينقذوهم واحد وسبعين بنت ظفر ما انجرح ظفر ما انكسر شعراي ما وقعت هاي شو تسموها؟ معجزه وشلون تكون المعجزات؟ شلون شكلها؟ اذا هذه ما معجزه شنو المعجزه؟ ولو تشوفونها اليوم قمتوا بزياره البيوت وقمتوا بزياره الفندق اللي براس الشارع ما باقي حجر على حجر وكانه زلزال حرائق ولو ما طلعوا البنات السبعه من ذاك البيت بعد كم ساعه فجروا نفسهم اربعه وشفتوا الاشلاء شفتوا الريحه لما نقول في صلاه ابانا الذي نجنا من الشرير انا اصورها اليوم اقراها غير شكل اقراها نجنا من الخوف من الشرير اشرار جو حتى يأذون هذه كركوك الحلوه مدينة التعايش والاخاء جو يزرعون البلبلة حتى الناس لا تشوف اللي دا يصير بالموصل هذه المعجزة صارت لانه ربنا راد يحمي هالابرياء خطية اللي جايين حتى يدرسون في كركوك والمطرانية تريد تساعدهم وهي مو بس مسيحيين من كل الطوائف يعني احنا نسبح بالتيار المعاكس انه ماكو محاصصه بالحب ماكو محاصصه بالخدمه وهذا القطيع الصغيرة اللي هي ايام المسيحيين في كركوك يريدون يقولون لاخوتهم ماكو الا المحبه والشجاعه بهذا البلد هي اللي راح تنقذنا وانقذتنا مريم انقذتنا مريم اللي عملناها مزار هون في المدخل اللي يضوي لما نطلع من الكنيسة. أول شيء نشوفه سلم عليها نشكرها. اليوم قل لفت كلمة شكر خاصة هاليوم بصورة خاصة لأن يعني هي أنقذت بناتنا وهي راح تنقذنا. وهي اللي راح تنقذنا خاصة من الخوف. والتلاميذ يخافون. والمثل الشعبي يقول الهزيمة نص المرجلة الناس ينهزمون وين تنهزم وليش تنهزم والسفينة كلتنا راكبين هالسفينة السفينة هي الأرض هي الدنيا الدنيا في خطر دائما الدنيا معرضة للخطر والموت هو علامة على على وجود هذا الخطر في حياتنا في كل لحظة إذا ما نتعلم خلال حياتنا من دروس الحياة بأن لا نخاف ماكو مكان يحمينا ماكو ارض كفاية قوية تحمينا راح تشوفون ورح تسمعون ورح تقرون يمكن شاتان وباتان اشكال والوان من التعليقات ولكن اتذكروا شيء واحد هذول البنات انفطموا من الخوف لانه كانوا جدا شجعان وتبعوا التعليمات وعملوا شيء لازم بالوقت المناسب والقضية كانت على حد لحظات 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 يعني الحياة مرات وقف على لحظة عدم انتباه لحظة للسائق ممكن يقلب ويموت عدم انتباه للحظة إذا أخذنا دواء بالغلط ممكن نموت هذا هذا الحذر هذا الانتباه يسمينه يسوع ايمان لو كان لكم ايمان قدر حبه خردل الايمان هو هذا الشد مثل وتر الكمانجه يكون مشدود بالكفايه يكون حزيق ربوا اولادكم مو على الراحه والنوم لا ربوهم على الشد على الانتباه يكونوا منفتحين مفتحين من من اللبن ما الأم من من الولادة يكونون مفتحين المسيحيين مرات يتحلحلون قدام الحياة السهلة لما نتذكر السنوات السابقة والماضي خاصة أهل كمن يقولون الله أيام زمان شقد الدنيا كانت طيبة غلط هسه الدنيا طيبة لما امتحان الإيمان ينطينا هالشكل بنات وراح يتذكرون هذا ويذكرونه لاولادهم والأحفادم ويقولوا لنا نحكي لنا حادثه كركوك شلون اختبيتم 18 ساعه تحت الشربايه ما تتنفسون شلون قدرت يا يا نانا وراح يحكوا هاي القصه خلص اشتروا حياتهم هذولي والنعمه كانت معاهم نعمة ربنا يسوع المسيح لماذا خفتم يا قليلي الإيمان يقلم للرسل وين تنهزم البحر هائج وين تنهزم ذب نفسك بالماء تغرق إذا ابقى بالسفينة لأن يسوع بالسفينة هو صحيح مرات يبين وكأنه نيم بس هو موجود معنا وإن شاء الله الأيام راح تبرهن ودقات ناقوس برطلة قبل البارحة علامة على أنه يسوع معانا. أوكي سنتين سنتين ونص كانت ضرورية حتى ينخض إيماننا لما التقيت بالمسيحيين في روسيا قبل كم سنة قالوا لي إحنا طولنا سبعين سنة حتى ينخض إيماننا حتى نكتشف أنه ماكو غيره ورجعت كنيسة روسيا بديعة رائعة هل كانوا بحاجة إلى الخضة نعم هل الرسل كانوا بحاجة إلى خضة العاصفة نعم ومع ذلك يقول الإنجيل أنه يوم الجمعة العظيمة كانوا نائمين ليلة الخميس على الجمعة كانوا نائمين واحنا هم راح نرجع ننام احيانا كثيره في حياتنا وندور على السهوله وندور على الشيء الطيب لكن من تجي العاصفه نفقد نفقد اعصابنا ويمكن ناخذ قرارات غلط في تلك الساعه يقول يسوع اسهروا وصلوا خلينا نصلي هاليوم من اجل كل من ساهم في انقاذ بناتنا من اجل كل من ساهم في انقاذ مدينتنا وخاصه من اجل الشهداء اللي ماتوا خطيه الشرطه اللي كانوا بالساحه اول من انقتل هي من الاربعه الجرحى عشرات الجرحى الموجودين بالمستشفى الناس اللي خسروا اموالهم بذاك الشارع بالشوارع القريبه ونصلي من اجل هالمغرر بهم المساكين اللي ضحكوا على عقلهم اللي دخلوا بعقلهم هذا المبدا المتعصب اللي يجوا بس هالشكل حتى يقتلون ويموتون من اجل ايش؟ حرامات هذول شباب كلهم حيف على على هالانسان يموت من اجل لا شيء هم نصلي من اجل اللي وراهم اللي دفعوهم من اجل هالعقليات وهذا هذا موجود بعالمنا لان كثير منهم حقيقه من شفته صورهم اجانب. اجانب جايين عندنا حتى يموتون من اجل ايش؟ من اجل الشرير هذا والشر. احنا يجب ان نكون اقوى. احنا ابناء يسوع، اخوه يسوع، نكون اقوى بايماننا ولهذا يقول لنا يسوع احنا ايضا يا اهل كركوك لا تخافوا انا معاكم. الى انقضاء العالم خلينا نطلب حتى الله يقوي ايماننا ويقوي رجائنا ويزيد من محبتنا تجاه اخوتنا المحتاجين امين